أما أبوي بقى تسمع كلام يا سهير، كان لازم تقولي لي من الأول. بنتي أختي وبنتي هو بيت. يلا يلا قومي وأنا مستنياك. ربنا يخليكي ليا، بس إحنا مش هنقدر نيجي غير بشرط. إيه؟ مصاريف البيت نص بالنص. ده كلام برضو؟ شريف مش هيرضى غير بكده، وأنا كمان كفاية إن إحنا هنزعجكم معانا. طب يلا يلا قومي بس، وبعدين نتفاهم. مش هنقدر نيجي غير بالشرط ده، موافقة؟ اللي يريحك يا ستي. ميرسي. باي باي. الحمد لله. ده احنا عايشين. معلش هنغازل عليكم كام يوم كده يعني. لا سلام. ايه اللي ورا التلاجة بس؟ ما تقفل التلاجة. لما تكون عايز حاجة من التلاجة تاني تبقى تقول لي انا، يا تقول لحضرتك اهو. انت فاهم؟ كتر فتح التلاجة وقفناها بفقعة وقفناها يبوظ التلاجة يا حبيب. ده انا عايز التلاجة يا اخي عشان اشتري التلاجة دي. انت كلمت انت حد يشرب ميه؟ يو امال يشرب ايه يا ابني؟ يشرب كازوزه. كازوزه يعني انا هجيبها له. مش هيشرب كازوزه للثلاجه، انا هبقى اجيب له اللي هو. كازوزه. تعال يا حبيبي وانا فيه. وانت ناوي تعمل ايه؟ والله يا استاذ شعبان اديني ورا الحكومه، هم وعدوني بسكن. اديتها كام يوم؟ كام يوم؟ قول كام سنة؟ موت يا حمار. هو فين يا سعاد؟ نورتي البيت يا حاجة. منور بأصحابه يا حبيبتي. ما انا قلت فجأة يا أخي. ما تعمل يا حبيبي، ما تعمل انت اهو. أهلا يا أستاذ شعبان.